رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع كلمة بعنوان بالقرآن نحيا في رمضان. فكيف نحيا بهذا القرآن الكريم، هذا القرآن الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملة وفي جميع المجالات الذي يهدي إلى أقومها وأحسنها، هو هذا القرآن الكريم. وقال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلنسمع أيها الأحباب الكرام إلى هذا النداء الجميل من ربنا سبحانه وتعالى بدون واسطة، مباشرة منه إلينا. وهذا شرف لنا أن ينادينا ربنا سبحانه وتعالى بهذا النداء. لم يقل لرسوله الكريم إلى أحب خلقه إليه: قل للذين آمنوا، أو بلغ الذين آمنوا، أو أخبر الذين آمنوا، بل قال مباشرة منه إلينا: يا أيها الذين آمنوا. وهذا شرف لنا أن ينادينا ربنا سبحانه وتعالى، فعلينا أن نسمع ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء بعد: يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم، كاين ملقيت يا أيها الذين آمنوا، ما كايش بعد منها شي قصة ديال شي قوم ولا شي خبر ديال شي واحد. في ملقيت يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر للتنفيذ والتطبيق، أو أمر ينبغي أن تنفذه، أو نهي ينبغي أن تجتنبه بعد يا أيها الذين آمنوا. ولذا قال العلماء: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، عليك أن تستعد بكل جوارحك إلى أن تسمع ماذا بعد هذا النداء. فهيا بنا أيها الأحباب الكرام لنسمع ماذا يريد ربنا منا بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه وتعالى يطلب منا في هذه الآية الكريمة أن نستجيب له ولرسوله الكريم. ومعنى الاستجابة لله ولرسوله أيها الأحباب الكرام بمعناها أن نرى القرآن متحرك في أمتنا وفي حياتنا كلها، نرى أثر هذا القرآن في أنفسنا وفي معاملتنا وفي أخلاقنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا وفي أسواقنا وفي إعلامنا وفي تعليمنا. ينبغي أن نرى أثر هذا القرآن الكريم، يكون القرآن متحرك في هذه الأمة في جميع المجالات يحفظ القرآن. وبهذا تحيا الأمة الحياة الحقيقية، لأن الحياة ليس كما يفهمها الناس اليوم، ليست هي حياة الأكل والشرب واللباس والمنصب والبناء والزواج فقط، بل هذا جزء من الحياة تشترك فيه جميع الدواب وجميع المخلوقات. بل الحياة الحقيقية التي يدعون إليها القرآن الكريم هي حياة القلوب، هي حياة الروح، هي حياة العقول، هي حياة الضمائر. وإليكم صحابة رسول الله الذين هبت عليهم ريح القرآن وهبت على قلوبهم ريح القرآن فجعلتهم يحيون الحياة الحقيقية. إليكم بلال الحبشي، هذا الصحابي الجليل كما تعلمون أيها الأحباب الكرام كان مملوك عند مشرك اسمه أمية، وكان هذا المشرك يعذبه، وفي يوم من الأيام أخرجه إلى الرمضاء وإلى الرمال الساخنة، فكشف عن بطنه ووضع عليه صخرة عظيمة. قال له: يا بلال، إما أن تكفر بدين محمد وإما ستبقى على هذا الحال حتى تموت. فإذا ببلال رضي الله عنه وارضاه يقول: أحد 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 أحد. قال له: يا أمية، عذب ما تشاء، فإنك تعذب جسدا هامدا والسلام، أما روحي فلا سبيل لك عليها، أما روحي فلا سبيل لك عليها. هذه الروح التي عرفت ربها وأحبت خالقها فلن تستطيع أن تصل إليها أنت ولا غيرك. انظروا أيها الأحباب الكرام، عندما يصل القرآن إلى القلوب كيف تصل الأجساد تابعة للروح وليست الروح التي تتبع الجسد. فكيف وصل بلال الحبشي إلى هذه الدرجة أيها الأحباب الكرام؟
فاسمعوا إلى الجواب ونسمع إليه بقلوبنا أيها الكرام. لما حرره أبو بكر الصديق سألوه في يوم الأيام، قالوا له يا بلال كيف كنت تصنع عندما كان يعذبك سيدك المشرك أمية؟ فنسمع إلى الجواب بقلوبنا. قال لهم سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه: كنت أمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فتفوق حلاوة الإيمان مرارة العذاب فتمسيني العذاب. فأيون يتذوق هذا الدين وهذا القرآن وهذه الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن لهذا الدين لحلاوة، لكن لا يجدها إلا من وجدت في ثلاثة أمور، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي هذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ابحث على قلبك في ثلاثة أمور، وفتش على قلبك في ثلاثة أمور، فتعالوا لنبحث عن قلوبنا في هذه الأمور التي ذكرها الصحابي الجليل. أولا في هذه الأمور، إذا ذكر الله عز وجل أو في خلوتك مع الله، في سماعك إلى القرآن، كيف يكون قلبك عندما تسمع القرآن؟ هل تخشى إلى هذا القرآن؟ وهل تتأثر بهذا القرآن؟ وهل تدمع عينك لهذا القرآن؟ وفي الثانية في خلوتك مع الله، عندما تكون بينك وبين الله، أين يكون قلبك؟ هل مع الله أم تظن أنك أغلقت الأبواب وتقبل على المعاصي والمنكرات من أفلام ومسلسلات وأفلام إباحية بدعوى أنك أغلقت الأبواب؟ فهنا ينبغي أن تبحث عن قلبك في هذه الخلوة وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حلاوة هذا القرآن الكريم، وحي قلوبنا وحي حياتنا كلها بكلامك يا رب، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ونسألك أن تتقبل من إخواننا المشاهدين والمشاهدات صيامهم وقيامهم، وأن تعتق رقابنا جميعا من النار يا رب العالمين. وارزقنا تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان وما بقي من أعمالنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.